الدور الثاني في أمراض الدم. آسيا من فضلك أعطيني إذا بتسمع الصوت. صوت مسموح حكيم، الله يعطيك العافية. كل ما لك واضح. إذا عم نسمع عم تسمع الصوت والصورة قدامكم ظاهرة. محمد الدبس، هلا ذكرى، أي حد إشارة أنه عم تسمع. واضحات حكيم، واضحات، الله يعطيك العافية. واضحات حكيم، واضحات، تفضل. حدا يعطيني إشارة. صوتك مسموع وصورة واضحة. تمام. إذن عنوان المحاضرة بنية الكريات الحمر والاستقصاءات الدموية. يبدأ تشكل الدم من خلية أساسية هي ستيمسل الجذعية، ثم نأتي إلى بليوري بوتنت، أي المتعددة، الخلية المتعددة، ثم الهيماتو ستيمسل أو هيموبويتيك ستيمسل المكونة للدم، وهذه تعطي أيضا هيموبلاست، أي أرومة دموية، منها يأتي نقوية وليمفاوية. الليمفاوية معروفة لماذا تعطي، النقوية ومنها تعطي أرومة حمراء تسمى إريثروبلاست. الإريثروبلاست تعطي أرومة حمراء باكرة، هون دخلنا بقى بسلايدات، أرومة حمراء باكرة تتلون بشكل محب للقلوي، ثم أرومة حمراء متعددة التلون، ثم أرومة حمراء متأخرة أقرب ما تكون إلى الكرية الحمراء الناضجة. كل هذه المراحل هي كرية حمراء ذات نواة. هنا تلفظ النواة إلى الخارج وتتحول إلى خلية شبكية. الخلية الشبكية أصبحت جاهزة لتكون في الدوران. كل هذه المراحل تكون في نقي العظم. تستغرق الخلية الشبكية 3-4 أيام حتى تتحول إلى كرية حمراء ناضجة، فتكون نسبتها في الدم أقل من 2% من كريات الحمراء. هي تحتوي لا زالت على RNA، ولذلك في صبغة خاصة تصبغ الRNA، وهذا يفيدنا في عدد الخلايا الشبكية، وهذا مهم كمؤشر على نشاط نقي العظم. هنا من هذا السلايد يهمنا فقط أن تعرفوا أن سبكترين والأكتين والأنكرين ثلاث بروتينات موجودة في غلاف الكرية الحمراء، الباقي لا يهم. أيضا في عنا فوسفوليبيد، وهذا مهم لأنه مهم في المناعة، سندرسه لاحقا إن شاء الله. والكوليسترول يدخل دائما في بنية الجذور الغلوية. هذا شكل ليس يعني بتلك الأهمية، ممكن الاطلاع عليه. احنا عندنا بالكرية الحمراء سطح وسيتوبلازما. هذه السيتوبلازما تحتوي على أمور كثيرة، منها أنزيمات، وهذه مهمة في الاستقلاب ونقل القدرة، وبعضها مهم أكثر من غيره مثل جلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجيناز، نازعة الهيدروجين. هذه تكون ناقصة في بعض المرضى وتعطي فقر دم انحلالي. وأيضا عندنا الهيموغلوبين. الهيموغلوبين عندنا جزء ليس بروتينيا وهو الهيم،
وجزء بروتيني وهو الجلوبين هيموغلوبين. يتكون الهيموغلوبين من الهيم الذي يحوي 4 ذرات حديد ثنائية التكافؤ. كل ذرة حديد تتحد مع جزيئة أكسجين، وبالتالي 4 ذرات حديد تتحد مع 4 جزيئات أكسجين. إذن كل جزيئة هيموغلوبين كم جزيئة أكسجين يأخذ؟ 8 ذرات أكسجين. هذا بالنسبة للهيم. الجلوبين يتكون من سلسلتين من نوع واحد وسلسلتين من نوع آخر. قطعا في أي هيموغلوبين يجب أن يوجد سلسلتين الأولينيتين اللي هن ألفا، وتتكون من 141 حمض أمينة. السلسلة الثانية لازم يكون في سلسلتين طبعا بيتا. قد تكون بدل بيتا سلسلة أخرى حسب مرحلة العمر. في البدء تكون عندنا سلسلة 2 ألفا 2 دلتا، ثم الخضاب F، وهذا مهم جدا، يتكون من سلسلتين ألفا سلسلة جاما. الخضاب F سلسلتين ألفا تنتين جاما. لماذا مهم الخضاب F؟ في عنا مرض التلاسيميا اللي منتشر في منطقتنا ويتظاهر بفقر دم انحلالي، تكون نسبة الخضاب F عالية. هذا يبقى عاليا حتى عمر 6 أشهر بعد الولادة. إذا وجدنا خضاب F عالي رحلان البروتينات أو رحلان الهيموغلوبين عفوا، ماذا يعني رحلان؟ على شريط من مادة خاصة سيلولوزية نعرض الخضاب إلى شحنة تجعله يهاجر من طرف إلى طرف، وهذه الرحلة تتميز بحسب مكونات الخضاب، ثم يرسم مخطط بياني يوافق كل نوع من أنواع الخضاب. فإذا وجدنا أن خضاب إفعالي في أول 2-3 شهر من العمر لا يدل على شيء، لأنه هذه مرحلته، لكن بعد 6 شهور يثير الاستفهام ويجب أن نعرف سببه. جزيئة الهيم حكينا أنه هي لا بروتينية، وهي المسؤولة عن الارتباط بالأكسجين. هذه بنية لسلاسل ألفا وبيتا، وعلى يمين الشاشة عندنا الهيم، ويحتل فيه الحديد موقعا مركزيا. هنا جدول حسب مراحل العمر الخضابات المختلفة. عندنا جوهر 1 وجوهر 2 مكتوب الأسماء عندكم، ثم F هذا أهم شيء عندنا اللي هو ألفا 2 جاما 2. ثم عند الولادة يوجد خضاب F والخضاب الناضج اللي هو 2 ألفا 2 بيتا. حسب عدد سلاسل ألفا وبيتا، إما أن يكون عندنا 300 بيتا، وهذه لها درجات صغيرة ومتوسطة وشديدة بحسب شدة فقد سلاسل بيتا. يتظاهر هذا بفقر دم انحلالي. نقطة مهمة جدا هنا، تلاسيميا صغرى يعيش المريض حياة شبه طبيعية، يتأقلم مع خضاب قليل حوالي 10 أكثر قليلا أقل قليلا ويعيش. هذه لا تقبل إذا كان عندنا خضاب 10
أنه تنقلوا دم لهذا المريض، ما من الدم خلاص، هو متعود على المستوى من الخضاب. ثم ثالث جدول بعد سنتين من الولادة وخلال باقي مراحل العمر كلها، عندنا 2 ألفا 2 جاما هي خضاب إف نسبة 1 إلى 2%، يعني نسبة بسيطة جدا. خضاب ألفا 2 سيجما 2 هو أي 2 أقل من 3.5، لكن أحيانا بيجينا 4 أي 2 4 أو 5، هذا نقول له حامل للثلاسيميا، حامل كارير. أما الخضاب الكهلي البالغ الطبيعي ألفا 2 بيتا 2. طيب هنا عم نكرر نفس الكلام، أنه لابد من وجود سلسلة ألفا في كل أنواع الخضاب، بينما بيتا يعني ضعيفة التأثير أو ممكن أن تغيب حسب كما وجدنا في خضاب جور 1 جور 2 وخضاب بورتلاند لا توجد. طيب لماذا في الجنين خضاب F أعلى؟ هنا نقطة مهمة نبحث فيها هي إلفة الخضاب للأكسجين، إلفة الهيم والجلوبين. إن خضاب F شديد الإلفة للأكسجين، وبالتالي هي حكمة ربنا، الجنين يكون طفيلي يأخذ من أمه، فيجب أن يكون جشع طماع، والخضاب يقوم بهذا الدور فهو أقوى. خضاب F شديد الإلفة للأكسجين. بعد الولادة تقل الحاجة لأنه خرج من بطن أمه وصار يتنفس طبيعيا. إلفة الخضاب للأكسجين أهميتها من ماذا؟ انتبهوا، الطماع عادة بخيل، فإذا كان طماع شديد الإلفة للأكسجين فحين يصل إلى النسوج أيضا لا يتخلى عن الأكسجين بسهولة، فيوصل الدم إلى النسج والنسج لا تأخذ كفاية من الأكسجين. من هذه النسج الكلية، حين يمر الدم في الكلية فإن خلايا معينة في الكلية تتحسس لكمية الأكسجين المعطى من الخضاب للنسج، وهي نسج، فإذا رأت أن الوارد من الأكسجين إليها قليل تنبهت وأفرزت زيادة في الإريثروبويتين الهرمون المكون للحمر، ينتج عن هذا زيادة الخضاب، وهذا نشاهده إما في الخضابات شديدة الإلفة مثل الإف، أو إذا كان حصل تسمم منع الخضاب من أن يعطي الأكسجين للنسج، أو في أمراض القلب والتنفس حيث بالأصل الأكسجين قليل فبالتالي تحدث زرقة. وانتبهوا هون أنه المرضى اللي بيدخنوا خصوصي الأرجيلة بيحصل عنده نقص أكسجين مزمن فبيرتفع الخضاب عندهم. أنا بحب في محاضراتي أركز على الجانب التطبيقي للي بعطيه، يعني شو رح تشوفوا أنتوا بحياتكم العملية، ما بيهمني كتير أن تكونوا مندمجين بالتفريعات النظرية والأسماء الدقيقة والتفاعلات الكيميائية الدقيقة والذرات الكيميائية، هذا كله ما كتير بيهمني. بيهمني إيمت بالاختصاص أو اللي بده يختص دم. أما أنتوا كنتم تعملوا، إحنا عم نهيئكم مثل جوكر الشدة، وين من حطينا يشتغل، بعضكم راح يصير نسائية، بعضكم عينية، بعضكم، فهذا إذا
أغرقنا في التفاصيل ما استفدنا شيء ولا هو استفاد. أنا بيهمني إما تعرفوا أنه هذا مريض دم، أنه هالشكايات اللي عم بيشكي من المريض واللي ممكن تصادفوها في اختصاصاتكم المختلفة أنه هذا مريض دم، مفهوم؟ طيب الكرية الحمراء هي كرة بالأصل لكنها مدفوشة أو حدا كابسها من الطرفين فصارت مقعرة الوجهين. ما الفائدة؟ زيادة سطح التفاعل حتى يأخذ أكسجين كتير ويعطي السطح، هذا لو كان كروي بيكون أقل فاعلية بنفس الحجم. طيب مفهومة النقطة؟ طيب ليش الكرية الحمراء ما فيها نواة؟ لأنه ما بقى لها شغل. الكرية الحمراء وظيفتها فقط نقل النقل وبشكل خاص الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، فهي لا تحتاج إلى نواة. في بداية السلايدات كانوا عم يحكوا أنه في تكون مستمر، كل خلايا الجسم لها عمر محدد ما عدا الخلايا العصبية، عادة يولد الإنسان معها وتبقى. لماذا الخلايا العصبية لا تتجدد؟ خارج اختصاصي، لكن المعلومات اللي بناخدها عم تتخزن بالخلايا العصبية، إذا ماتت معناتها فرمتنا الجهاز، ضاعت كل البيانات. نحن منخلينا بشغلنا بالدم، هم زملائنا باقي الاختصاصات يحاربونا بعدين أو يشنوا علينا حرب. إيه؟ إذا نحن في الدم، كل خلايا الدم هي في حالة موت وتجدد، وكل نوع من الخلايا له عمر. يعني الكرية الحمراء متوسط العمر 120 يوم، إذا اعتبرنا 100 يوم معناتها كل يوم لازم يموت 1% من الكريات، فنحن نقول تقريبا 1% يموت كل يوم، فهذا يجب أن يعوض، وهذا التعويض يكون في نقل عظم وبمعدل ثابت. قد يختل هذا التوازن بين الإنتاج والموت. متى يختل؟ يختل في فقر الدم فيجب أن ينتج نقل عظم أكثر. يختل إذا كان نقل عظم مصاب فلا يستطيع أن ينتج ما يكفي فيتغلب الموت على التجدد وبالتالي يحصل فاقة دموية. طيب أظن الفقرة بتعرفوها إلى نقطة مهمة هي الميت هيموغلوبين، هذا شكل ثابت متحد بالأكسجين غير عكوس لا يعطي الأكسجين للنسج، وبالتالي تحدث ماذا يحدث؟ أترك هذا السؤال حتى تسألوني عليه. طيب في عنا مادة اسمها 2-3 ديفوسفوغليسيريت، هي مهمة تعرفوها، هي لها علاقة بمنحنى افتراق الأكسجين عن الخضاب. إذا وجد وصار زيادة بيزيد إلفة الخضاب للأكسجين، نقصه بنقص إلفة الأكسجين، إلفة الخضاب للأكسجين تعلقه به، فهذا مهم لأنه لازم الأكسجين يعطى إلى النسج، وظيفة الدم وصله للنسج فصار لازم بقى يعطيه، ولذلك لازم تنقص الإلفة. نحن عندنا وصل للنسج، النسج تستقلب تتحرك تنشط تفعل فينتج نواتج استقلابية منها ثاني أكسيد الكربون، هذا يتحد مع الخضاب ويعود إلى الرئة، يتبادل في نسيج الرئة ونطرحه في الزفير، ويكون الطريق العائد الخضاب مؤكسج، إما أن يكون كربامات وهو ذاهب، ولذلك الدم الوريدي الذي يعود إلى القلب ثم القلب يضخه إلى الرئتين يكون لونه أزرق قليلا، بينما العائد
إلى النسج أي المقذوف من القلب يكون أحمر زاهي. ملاحظة هنا أنه معظم CO2 ليس عن طريق الكريات إنما عبر البلازما، بس لابد ولازم يكون جزء منقول بالخضاب. النيتريك أكسيد أكسيد الأزوت يتحد مع الخضاب بشكل عكوس، وصوله إلى النسج يساهم في توسع الأوعية. المنحنى مطلوب وهام، متى ينحرف إلى اليمين، متى ينحرف إلى اليسار، متى تزيد الألفة، متى تنقص الألفة، هي مهمة. يتدخل فيها الـ pH، درجة حرارة الجسم، وجود CO2 تركيز عالية، بعض الأمراض، وتركيز 2-3 ديفوسفوغليسيريت. كل ما زاد 2-3 ديفوسفوغليسيريت تنخفض الألفة، وكذلك إذا ارتفع CO2، كذلك إذا ارتفعت الحرارة، كذلك بخضاب المنجلي ووجود مستويات منخفضة في الحماض. طيب، يعني الحماض متى يحصل؟ في الصيام مثلا، أو في السكري، يعني بعض الأمراض الداخلية اللي بيخصنا منه من هدول شغلتين. أهم شيء عندنا نحن 2-3 ديفوسفوغليسيريت، هي موجودة في الكريات الحمراء، ونوع معين من الخضاب هو الخضاب المنجلي. الخضاب المنجلي ليش سموه هيك؟ مثل منجل الفلاح اللي بيقص فيه السنابل، فوجوده وفي ظروف معينة مثل نقص الأكسجين أو الحماض أو ارتفاع الحرارة أو التجفاف أو الركود الدورانية يتحول إلى ألياف تتطابق فوق بعضها، تتراكم فوق بعضها، تؤدي إلى انسداد الأوعية، فيحصل إقفار قلة تروية ما بعد مكان تراكم هذه، ويكون نتيجة مواد مؤقت قابل للعكس. إذا استمر غير قابل للعكس طبعا نوبات ألمية شديدة مع انحلالات دم، وسندرسها إن شاء الله في بحث انحلالات الدم الخضاب المنجلي. هنا في عنا بعض الخضابات عالية الإلفة للأكسجين، ومنها خضاب F، هذا بشكل طبيعي في مرحلة معينة من العمر، وبشكل غير طبيعي في مرضى التاليسيميا. وفي عنا بعض الخضابات راح ندرسها إن شاء الله لما نوصل لها. هنا عندكم منحنى إشباع الأكسجين. ماذا يعني هذا المنحنى؟ في تركيز معين من الأكسجين في الهواء المحيط، كم تكون نسبة إشباع الخضاب؟ إذا انحرف إلى اليمين صار بده تركيز أعلى لحتى يحصل على نفس الإشباع، إذا انحرف إلى اليسار بتركيز أقل بيحصل على إشباع أكثر. طيب، هوني عم يقسم. طبعا أنا عم بحاول ألتزم بكتاب زميلي دكتور سليمان حتى ماذا تشوشوا وتضيعوا، يعني أنا أتفق معه في أكثر من 90%، وجزء التقسيمات نختلف شوي أو بعض التسميات أو بعض التعريفات، لكن إذا ما عدلت بشكل رسمي وخليتكم تثبتوها على الكتاب أمامي فالمرجع هو هذا الكتاب اللي بعتولي رابطه ونزلته
تمام؟ فهو مقسم خطابات فعالة وخطابات غير فعالة. مثال على الخطابات غير الفعالة اتحاد الخطاب بسي او، هذا غير عكوس، ليس مثل سي او 2. امتى بيتعرض الخطاب لسي او؟ بعض المدافع تؤدي انه يتحد، تنتج سي او اول اكسيد الكربون فيتحد مع الخطاب، وهنا يموت المريض وهو وردي وليس ازرق، يعني بنشوفه انه مورد حاطي على حمار وشه ويدي، لكن هو بالحقيقه خطاب غير فعال وقد نتج عن اتحاد اول اكسيد الكربون مع الخطاب. هون عم بيحكي على الموضوع حكينا. الخضاب المؤكسد الميتهيموغلوبين الحديد لم يتحد بالهيم بشكل فيزيائي وإنما بشكل كيميائي وحوله إلى ثلاثي القيمة الاتحادية، يعني ليس كما هو العادي اتحاد فيزيائي وإنما اتحاد كيميائي. فصار ميت هيموغلوبين. في عنا حمض السيانيد، في حبوب موجودة كدواء أما لا توجد عادة، بس انتبهوا السيانيد يوجد في اللوز المر، أحد أشكال التسمم هو اللوز المر. في حلب الغشاشين بيجيبوا عجو المشمش المر بينقعوا فترة حتى يطلع منه السيانيد، لأنه السيانيد مر سام يعطي طعم مر للوز أو لعجو المشمش. طيب في عنا الخضاب الكبريتي، بدل الأكسجين الحديد بدل الأكسجين عنا كبريت. أين يوجد غاز الكبريت؟ هذا يوجد في المناجم الحفريات، تكون في تخمرات تفاعلات كيميائية أنتجت غاز كبريت الهيدروجين H2S H2S ثاني أول كبريتات الهيدروجين أو هيك شو بالعربي شلون بتقولوها، هي هيدروجين كبريت. طيب في بعض الأدوية كمان مؤكسدة. طيب شلون هيك وصلنا للنهاية ما بعرف. أنا اعتبرنا عليكم، أنا بدي أكون ما تكونوا متلقين سلبيين لا في الدروس ولا في الحياة العامة. العلم بالتعلم وليس بالتعليم. أنا بريد تطلعوا من قفص الثانوي والابتدائي اللي هو تلقين، بريد أنتوا تقروا الدرس قبل ما أعطيه ويكون عندكم أسئلة بدل ما أعطيكم شغلات تعرفوها. للمحاضرة الماضية قلتوا لي في شغلات بنعرفها، طيب إذا بتعرفوها أنا ما بعرف شو بتعرفوا. لو أنتوا سأليني بس على الشغلات اللي ما بتعرفوها أو ما فهمتوها كنت بركز عليها بدل ما يضيع الوقت في شغلات تعرفوها. بعتقد بهالمحاضرة كمان كتير شغلات كنتوا تعرفوها. حدا يعطيني إشارة أنه لحد الآن فهمتوا أسئلتكم؟ أنا هلا رح أفتح الواتس مشان إذا بدكم تبعتوا لي أسئلة أو ما بعرف، يعني حتى الطريقة شلون بدها. بس ممكن تأخذي لكن بس نعطاك المحاضرة نرجع من نعطاك يعني شوي المحاضرة اليوم بنت على الفيزيولوجيا الكريات الحمراء. بالأصل نحن عنا في ستيم سيل لكل خلايا الجسم،
ثم تتميز قليلا تعطينا خلية جذعية دموية، ثم تتميز قليلا فتنقسم نوعين النقوي والإنفاوي. النقوي يعطي سلسلة الوحيدات وسلسلة عرطلة النواءات وسلسلة الكريات الحمراء وسلسلة الكريات البيضاء، ما عدا الليمفاوية. الليمفاوية مصنفة في ضمن البيضاء ولكن في ليست من السلسلة النقوية. السلسلة النقوية صار عندنا ثلاث أصناف: عرطلة النواءات التي فيما بعد تتكسر سيتوبلازمها لتعطي الصفيحات، وأيضا عندنا السلسلة النقوية التي تتميز فيما بعد إلى معتدلة ومحبة حامض ومحبة أساس. أيضا عندنا سلسلة الوحيدات التي فيما بعد تتحول إلى البالعات. عندنا السلسلة الحمراء، نبدأ بأول شيء نقدر نعزوه إلى السلسلة الحمراء تسمى الأرومة الحمراء إريثروبلاست، تتميز بأن النواة كبيرة وتعطي على زراق، ونسبة النواة إلى السيتوبلازما عالية، ويكون الكروماتين متباعدا عن بعضه، بني رخوي متباعدة. يزداد تكثف الكروماتين وصغر النواة، والسيتوبلازما تتحول تدريجيا من الأزرق إلى معتدل ثم إلى حامضي، ثم تقذف النواة خارجا، ثم تزول كل آثار الار ان ا الذي يصبغ بصبغة خاصة يساعدنا على تمييز الخلايا الفتية الشبكية. نسبة الطبيعية 1:2، النسبة العالية تدل على وجود تجدد سريع في الدم، مثلا نزيف أو انحلالات، أو في فترة المعالجة لعنصر ناقص التعويض للعنصر الناقص فيستجيب النقي ويشكل بسرعة فينتج عنه زيادة الشبكيات في الدم المحيطي. انتقلنا إلى الكرية الحمراء، هي كرية مقعرة الوجهين لزيادة التبادل. يوجد في الغشاء بعض البروتينات المهمة، أهم شيء عندي أنا سبكترين، لكن كله مطلوب. ثم في فوسفولوبيد في الغشاء، وهذه مهمة في المناعيات، وفي كوليسترول، هذا دائما يدخل في جذور الخلايا. دخلنا إلى الداخل، في عندنا البايروفيت كاينيز مهم، الجلوتاثيون ريدكتيز مهم، السكس نازعات الهيدروجين جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجيناز، أي مهم جدا في مرض الفوال يكون فيها نقص. غير هذا عندنا الخضاب، الخضاب جزئين بروتيني ومعدني. المعدني هو الهيم ويتحد بالأكسجين اتحاد فيزيائي، وعندنا الجلوبين. الجلوبين يتكون من 4 سلاسل 2 الأساسيات، 2 اللي من أساسيات ممكن يكونوا مختلفات من حسب المرحلة العمرية، إما سيجما إما دلتا إما جاما أو ألفا. الألفا الطبيعية، عفوا البيتا، البيتا الطبيعية. ناقص سلاسل البيتا يعطي مرض تلاسيميا، قد تكون كبيرة أو متوسطة أو صغيرة. الصغيرة يعيش حياة تقريبا طبيعية مع خضاب ناقص قليلا لكن متأقلم، ويتزوج ويعمل ويتخرج ويحارب وكل شيء. المتوسطة والصغيرة مشاكل. غياب سلاسل ألفا يؤدي إلى ألفا تلاسيميا، وهي أصعب وأخطر من بيتا. أنواع الخضابات، في عنا خضابات فعالة وظيفية، خضابات غير فعالة، وتكلمنا على ألفة الخضاب أنه العلاقة ب2-3 ديفوسفوجليسيريت وبدرجة الـ pH وبالحرارة وبوجود تركيز عالية أو منخفضة من CO2. وذكرنا بعض الأنواع مثل الميتهيموغلوبين أو المكبرات أو المفحم أو المفحمن، إذا كان ارتبط بCO هذا غير عكوس ويؤدي إلى وفاة تسمم بCO ويكون شكل المريض ورديا. راح أنهي
شاشة هلا سلايدات والأسئلة. دكتور بس كأنا لسه ما خلصت. إحنا وصلنا للسلايد 22 وهو 75 سلايد. مين عنده سؤال من فضلكم؟ أعطوني عين عبد الزين. دكتور محمود الحمود. سمعنا أنت حكيم. فاطمي. ألا آسيا. تمام دكتور سمعنا. هل ممكن يعطيني علامة؟ ما أعطوني الدكتور مو سمعنا. ما بعرف أنا بيحكوا نكتي. في بعض الدول اللي متمسكة بتقاليدنا فصل الإناث عن الذكور وحتى فصل المحاضر، يعني محاضر يحضر من خلف ستارة، المحاضر مندمج بالمحاضرة وشفت شلون وفهمت شلون وعما يشرح، ولا تاري الطلبات من جايات كان يوم عطلي. فأرجو ما أكون هيك، أنا يكونوا طلاب موجودين. كم طالب هلا موجود عنا؟ لي معه رقم الواتس. الواتس حكيم دي مكسب عنا بلك حمد دبس أو الهيئة تواصل معه. هو إن شاء الله إذا الله يسر راح تكون هي آخر محاضرة بالأونلاين. مش بصير نتعامل مع بعض بشكل أفضل طبعاً، بس تسألوا بحسن أسأل وبحسن أشوف ارتكاز كل المحاضرة، فهمانين ما كو فهمانين وهكذا. ما والله ما عم بعرف شلون بدي اتفاعل معكم. شلون بدكم تتفاعلوا معي افهم منكم؟ يعني مين عنده سؤال؟ مين فهم؟ مين ما فهم؟ سمعوني؟ ده مع رقم الدكتور؟ طيب نحكي معه على مجموعة التليجرام على بمشي الحال؟ أنا حكيت معه عم بصلي. عم بيعطوني خبر انه عم تسمعوني. طيب ما في اسئلة او في عندي انا اقتراح؟ ننتقل لتليجرام واكتبوا لي اسئلتكم هناك. موافقين؟ انا راح ادخل على التليجرام هلا عشان تكتبوا لي الاسئلة، لانه ماني شايف لا احد عم يكتب ولا احد عم يسأل. طيب على شو لازم أكبس حتى أسمعكم؟ أو اللي عنده سؤال يا طلابي الأعزاء، اللي عنده سؤال يبعث لنا إياه على المجموعة التليجرام وأنا بجاوب شفهي، يعني ما رح أطلع من المحاضرة.
هلا في حدا بعت لي انه انتم عم تسمعوني بس انا ما عم بسمعكم، معلش اكتبوا لي كتابي او صوتي على مجموعة التليجرام. يعني ممكن مجموعة التليجرام تكبسوا على تسجيل الصوت وسجلوا لي سؤال صوتي. عم يقول زميلكم انه وصلنا لسلايد 22 ما كملنا. طيب رح نرجع للمحاضرة. طيب السلايد هذا عم يعطي مخطط لدورة حياة الكريات الحمراء. مثل ما نكون شايفين، أول شيء تشكل الكرية الحمراء في نقي العظم. طبعا التشكل هذا بالحالة الطبيعية في البالغين. إذا كان نحكي قبل في الكيس المحي يظل الشهر الثاني تقريبا، بعدين شوي شوي بنتقل للكبد والطحال، بعدين بنتقل للعظام. عند الوليد كل العظام تقريبا، بعدها شوي شوي بتركز بالعظام المسطحة مثل القص، الحوض، النهايات القريبة من الفخذ والعضد. كيف تتشكل الكرية الحمراء؟ حكينا عن أشكال تطور الكرية الحمراء. الآن نحكي على الخضاب. مثل ما قلنا بيموت الكرية الحمراء، بتموت وبتتجدد. طيب الخلية اللي ماتت شو بيصير فيها؟ عندنا جزئين، الهيم والجلوبين. الهيم يتكون من حديد وبيرول، حلقة بيرول. هذا يستقلب إلى بيليفردين ثم بيليروبين ثم إلى الأمعاء، يتحول إلى يوروبيلينوجين. هذا يعود إلى الكلية ويفرز في البول. في لمعة الأمعاء بتأثير جراثيم يتحول يوروبيلينوجين لستيركوبيلين ويطرح مع البراز. هذا موضوع حلقة الهيم، جزيء الهيم. جزء الجلوبين يفكك إلى أمينو أسيد، حموض أمينية يعاد استخدامه. انتبهوا لنقطة من كل الحكي، ما هي النقاط المهمة؟ أولا الحديد. الحديد لا يطرح من الجسم إلا بشكل زهيد جدا جدا في توسفات الجلد وبعض الخلايا الميتة التي تطرح، فإن تراكم الحديد في الجسم يصعب الخلاص منه. طبعا كان في مرحلة نهائية ما كانوا يستطيعوا يطالعوا الحديد من الجسم، لكن وجدت أدوية مثل الديسفيرال، ديسفيريوكسامين، يعطى وريدي أو تحت الجلد وحتى عضلي يخلو. الآن في مركبات جديدة حتى عن طريق الفم. ليش بنحكي على هالنقطة؟ لأنه معظم مرضى الانحلال يتراكم عندهم الحديد، ومثل ما بتعرفوا أو ما بتعرفوا الحديد سام. إذا تراكم يعطي لون للجلد، يحطنا قرنو، عندنا قصور، اعتلال عضلية قلبية، فالحديد سام في الجسم إذا تراكم. فلازم تعرفوا من هالنقطة أن الحديد لا يطرح، ما في آلية لطرح الحديد. الأمر الآخر أنه زيادة تكسير الكريات الحمراء ينتج عنا ما قلنا وهو البيليروبين. البيليروبين يكون بشكل غير مباشر، إذا ذهب إلى الكبد ممكن يربط بالجلوكورونيت ويتحول إلى مباشر. ففي الانحلالات بسبب كثرة تكسر الجلوبين وتحوله إلى
إلى يوروبيلينوجين بعدين، أما بيليروبين غير مباشر. فأحد مشعرات تكسر، زيادة التكسر، هو وجود ارتفاع في البيليروبين غير مباشر. يحصل أيضا في الوليد، وهي نقطة مهمة لازم تأخذوا بالكم منها. البيليروبين أيضا سام يعبر الحاجز السحائي ويؤدي إلى إصابة النويات القاعدية في الدماغ، ويحصل ما يسمى الإرقان النووي تيرنيك جراس. ولذلك يجهد أطباء الأطفال أنه ما يخلوا الارتفاع يحصل، لأنها أذية غير عكوسة وتؤدي إلى إصابات حركية شديدة لا يؤثر على الذكاء. أي نقطة كمان حكيناها؟ إذن هاي مطلوبة مهمة، دورة تشكل وتكسر الجلوبين أو الهيموجلوبين، ماذا يحصل للهيم وماذا يحصل للجلوبين. هون عم يحكي عن المواد الضرورية، هي ليست كلها، تبو هي الأهم. هو شيء رح ناخده بعدين، بس خليني أحكي فيه هلأ شوي. ليش بيحصل عنا فقر دم؟ تبو علي منيحة، هي احفظوها طول عمركم. إما نقص إنتاج أو زيادة ضياع، تبو فقر الدم إما نقص إنتاج أو زيادة ضياع. زيادة الضياع نوعين، انحلال أو نزيف. نقص الإنتاج إما الماكينة شغالة اللي هو نقل عظم، لكن ما في عنده مواد بناء. ما هي مواد البناء؟ الحموض الأمينية. فنقصة يحصل في سوء التغذية الشديد البروتيني، ما بتكفي كميات بروتينات كافية. أو نقص الفوليك، الفوليك مادة هامة جدا في انقسام الخلايا، فنقصه يؤدي إلى عدم تكاثر الخلايا. الحديد أيضا يؤدي إلى نقص الخضاب، نقص الحديد وفيتامين ب 12. اللي بعدها هي حكيناها، هي القيم لازم تحفظوها. يعني مثلا شلون بدنا نحلل او نعرف المريض عنده مشكله دمويه ولا لا؟ في عنا طريقتين لسحب الدم. ناخذ من الوريد دم اما على مانع التخثر اللي مذكور هون، اللي هو البنفسجي الذي يحوي اي دي تي اي، لكن ده ليس الوحيد، ممكن نحط هيبارين مانع تخثر. أخذنا العينة في أنبوب بنفسجي، هي للدراسات الدموية، الدراسات المصلية، ماذا يوجد في المصل، ما بنحط مانع، بنحط فقط الدم بدون مانع تخثر حتى ينفصل، تتخثر الدم تنفصل البلازما اللي بتكون البلازما بالأول لأنه فيها فايبرينوجين، بس إذا راح الفايبرينوجين تبقى مصل سيرم. ففي هذا السيروم تجرى التحاليل البيوكيمياء. كل شيء بتسمعه أن الدكتور طلب التحليل الفلاني، سكر، كوليسترول، حموض أمينية، أنزيمات، هي كلها موجودة في المصل. أما إذا بدنا نعمل دراسة على الكريات فيجب أن يكون مانع تخثر. أخذنا الدم حطيناه بهدوء، ما بندفش الدم بالقوة، تتكسر الخلايا، بتغير النسب عنها، ومن قلبه شوي شوي وليس بعنف أيضا حتى لا تتكسر الخلايا، ويجب التحليل في وقت قريب حيث تتكسر بعض الخلايا وتتغير أشكالها إذا حفظت، وخاصة خارج البراد أو في البرودة الشديدة. طيب، هنا عدد 38 ساعة، وأنه ممكن أنه يجرى في أي يوم في المشافي. شوفي عنا هون
القيم. هون الكريات البيضاء حطينا 5 إلى 11، صلحوها في البالغين من 4 إلى 10. هون عفوا حط الطفل والوليد، الوليد حطه من 12 إلى 25، لا أنا بعتبر حد على 20، صلحوها إلى 20. الصفيحات 150 ألف إلى 400 ألف، نعم. الكريات الحمراء مذكورة عندكم، الوليد من 5.5 إلى 6. ليش بتكون هيك عالية؟ لأنه عاش فترة في بيئة فقيرة في الأكسجين، شوي شوي بتنقص. هلا عند الطفل بين 3.2 إلى 4 لأنه بيحصل تكسر في الكريات الحمراء. في البالغين المرأة 4 إلى 4.5 مقبول، الرجل 4.5 إلى 5.9 ما بريدك تحفظه، قولوا من 4.5 إلى 6، صلحوها إلى 6. الهيماتوكريت عند البالغين من 35 إلى 45 عند النساء، عند الرجل من 40 إلى 50، هيك احفظوها من 40 إلى 50. الطفل الوليد من 30 إلى 40، 30 إلى 40 مو 32، 30. ليش غيرنا الأرقام؟ حتى تكون أقرب للحفظ وأسهل، والمريض ما راح يكون ناقصه واحد أو اثنين. حتى يحصل مرض مش شخصه ويعطي أعراض سريرية دي يكون في انحراف كبير، مو هيك. الهيموغلوبين عند الوليد من 14 إلى 19.5، نرجع مكرر بسبب أنه عاش في بيئة فقيرة بالأكسجين. ثم في مرحلة الطفولة من 10 إلى 13، المرأة 12 إلى 16، الرجل 13.5 إلى 16.5. ارتفاع قيم الخضاب يؤدي إلى المرحلة الأولى يكون مفيد، حيث كل ما زاد الخير خير، لكن ليس إلى بدون حدود. كل ما ارتفع الخضاب زادت لزوجة الدم ونقص انسيابيته إلى النسج، وقد تحصل جلطات. أعلى حد بنقبله أنا بقبل أعلى حد 18، بعدها بدنا نتصرف على حسب، ممكن نعمل فصادة، ممكن نعالج السبب. إيمت بتحصل زيادة في الخضاب؟ لما بيكون في نقص أكسجين مزمن، أو زيادة في الهرمون المكون للحمر الإريثروبويتين، مفهوم؟ وهي الأرقام تحفظوها ضروري حتى نعرف أين واحد مريض أين واحد ما هو مريض. طيب، في اختلاف من العرق لآخر ومن ذكر للأنثى، وأيضا في اختلاف حسب الارتفاع عن سطح البحر. لذلك اللي ساكنين في المناطق العالية مثل الأرجنتين والبرازيل، هذول عندهم خضاب عالي، ولما بيجوا لمناطق مستوية قريبة من سطح البحر يكون عندهم كفاءة أكثر. نحن القيم هاي لمعطات للناس العاديين بدون انحرافات شديدة في العمر أو الوزن أو الارتفاع عن سطح البحر. كلام جميل هون أنه إذا حدا منكم اختص مخبر لازم كل فترة يعمل صيانة للأجهزة، لأنه الترسبات بتسيء. طيب، التعداد في يدوي وفي آلي، في اسمه كاولتر، أجهزة بتحط عينة الدم تأخذ نسبة بسيطة جدا، كمية دم قليلة جدا، تعطي كل الدراسات الخليوية، يعني عدد البيض توزعها، شد لمفاويات، شد معتدلة، شد صفيحات، الأحجام، هل في تناسب بين الأحجام ولا مشتتة، يعني هل معظم الكوريات شد حجم متماثل ولا في عنا من مجال واسع بين صغيرة وكبيرة. الهيماتوكريت عبارة عن فحص سهل، عبارة عن ناخذ عينة دم ومنثفلها ضمن سرعة عالية لمدة 3 دقائق 5 دقائق
هي مثفلة اسمها، بينفصل الحمر عن البلازما، نسبة الجزء الأحمر جزء الكريات الحمراء للدم الكلي نعبر عنها بالهيماتوكريت. فوق الكريات الحمر في طبقة رقيقة تسمى البوفيكوت، أنا بسميها الغلالة حسب، في محلات كل محل بسميها شكل بوفيكوت. هاي بتكون كريات بيضاء وصفيحات. الخضاب في إما منفجر الكريات، وفي مادة محلول درابكين بسموه بتفاعل مع الهيموغلوبين، وحسب شدة اللون، يعني هذا مبدأ التحاليل البيوكيميائية كلها، إنه بنعطي كاشف ذو ألفة للمادة المطلوب تحليلها، ثم تقاس شدة اللون في سبيكترو، جهاز يسمى سبيكترو. حسب شدة اللون، واللون بإيش مرتبط؟ بكمية المادة المطلوبة تركيزة اللي تفاعلت مع الكاشف. طيب هاي المناسب مهمة، هاي في البالغ الذكر عندنا مثلا تعداد الكريات البيض، هون كاتب من 6 إلى 8، خليكم قولوا من 4 إلى 10. المعتدلة في البالغ الذكر تكون أكثر، الليمفاويات أقل، بنسبة أقل المعتدلات، نسبة أقل يعني محطوطات بترتيب تنازلي، أقل شيء الباسوفيل، انتبهوا على الباسوفيل، زيادتها خطيرة، يجب أن تجعلكم تفكروا بمرض دموي. طيب لا نحكم 100%، لكن يجب استقصاء السبب. طيب هاي عدد الكريات الحمر، قيمة الخضاب، الهيماتوكريت قلنا هو نسبة الجزء الأحمر لكل حجم، MCV mean corpuscular volume، mean متوسط، C corpuscular، T عفوا مايتي V mean corpuscular volume، volume حجم، هذا الحجم إذا زاد الحجم بيكون عندنا خلايا حمر كبيرة، وهذا قد يكون إما فيزيولوجيا بوجود شبكيات عالية، وإما مرضيا بنقص الفوليك والبي 12. كل الأمور رح نرجع نعيدها بدرس فقر الدم، وكذلك التلاسيميا لبنتي اللي سألت عن إعادة شرح التلاسيميا. التلاسيميا لنا نوعين أساسيات، ألفا وبيتا، بيتا نقص سلاسل بيتا، ألفا نقص سلاسل ألفا، عفوا مو نقصة، زيادة بدال بيتا عملنا ألفا، ممكن تكون 3 ألفا أو 4 ألفا، ما في عنا نقص في ألفا، يجب أن تكون كل الكريات تحوي هيموغلوبين، جزء الجلوبيني يحوي 2 ألفا على الأقل، تلاسيميا ألفا عنا يا 3 ألفا يا 4 ألفا، تلاسيميا بيتا نقص سلاسل بيتا، إما نقص خفيف أو نقص متوسط أو نقص شديد. نرجع للقيم، الـ MCV إما بيكون صغير، ممكن في نقص الحديد، ممكن في بعض الأمراض المزمنة يكون عندنا نقص في الحجم. MCH mean corpuscular hemoglobin، متوسط الهيموغلوبين في الكريات، corpus يعني جسم أو خلية، corpuscular الخضاب الكروي، اللي بعده أهم منه MCV والMCHC، هذول الأهم. MCHC متوسط تركيز الخضاب في الخلايا الحمر،
الار دي دبليو ريد سيلز ار ريد سيلز دي ديستريبيوشن توزع دبليو يعني ويف موجه انتم شايفين على اليسار اما معظم الكريات احجامها متقاربه فبيكون عندنا شكل مؤنف واما الخلايا مبعثره فبيكون المنحنى مسطح اكثر بناء على هال المناسب ممكن نشخص نوع فقر الدم بناء على مستوى الهيموغلوبين او مستوى الهيماتوكريت بنقول في فقر دم ولا ما في بناء على المناسب ممكن نوصل لنوعه شلون هيك ما بشوف الا بتطلع لي هاي النهايه كاني وجعانة قلب علي بدي يعني او عليكم ما بعرف جزء انتم مليتوا او حدا منكم عنده خبره تكنولوجيه عم يخلي راسا المؤشر يروح للنهايه والله بعرفكم انتم طلاب كنا طلاب بنعرف ايش بيطلع معكم هاتوا لنشوف وين صرنا نحن وين صرنا؟ ما عم بشوف الشكل وينه؟ نشوف وين هون؟ ايه رجعنا معناتها للشكل اللي حكيناه المين كربسكولار فوليوم او سيل فوليوم او سيلولار فوليوم نفس الشيء كلهم الحروف الاولى مثل بعضها ام سي في النسبة الطبيعية محطوطة هون من 76 إلى 96 يلا اعتبروها هي هي المعادلة الهيماتوكريت ضرب 10 على عدد الكريات الحمراء منين ناخذ الهيماتوكريت من أخذ الدم في أنبوب شعري وأخذ الأصبع من أنبوب شعري بمص الدم بنسده من نهاية وحدة وبنحطها بالمثفلة بدور معدل 3000 دورة بالدقيقة 3 إلى 5 دقائق يطلع معنا الهيماتوكريت يقاس بمسطرة خاصة ضرب 10 ونقسمه على عدد الكريات الحمراء منين بيطلع معنا عدد الكريات الحمراء إما يدوي مثل ما حكينا وإما في الكاولتر الجهاز الآلي بيعطينا عدد دقيق انتبهوا عدد الكريات الحمر أدق من عدد الكريات البيض في الجهاز الآلي إذا كان في عنا كريات بيضاء عفوا حمراء منوات مثل ما يحدث في زيادة تشكل الدم في عنا سرعة بتشكيل الدم في نزيف شديد أو فقر دم حلالي فبيكون عنا في الدم المحيطي زيادة في الكريات الحمراء المنوات ذات النواة لسه ما لحقت تقذف النواة يقرأها الجهاز خطأ ملاحظة مهمة يقرأها الجهاز خطأ أنها كرية بيضاء فيعطي زيادة في عدد الكريات البيضاء مرة جاءوا سألوني أنه 120 ألف كرية بيضاء عند مريض تلسيميا قلت له لا هي كريات حمراء منوات بسبب سرعة الدم نتيجة الفقد بالانحلال أي شرح لكم يا هذول كلهم بناء على تركيز الخضاب الوسطي ممكن نقول الكرية سوية الصباغ إذا كان تركيز الخضاب الوسطي في الكريات الحمراء معتدل وسطي فهو سوي الصباغ أو يكون ناقص الصباغ أو زائد الصباغ طيب Red Cell Distribution Wave موجة أو منحنى مثل ما قلنا لكم تكون يكون شكل المنحنى مؤنف إذا كانت الكريات قريبة جدا من بعضها في الأحجام إذا كانت مختلفة الأحجام كتير هذا تسمى anisocytosis لا تساوي الحمر
لا تساوي الحمر في بعض الحالات المرضية، لكن انتبهوا على نقطة. هي زمانه كنت مقيم عم بختص، فكان أستاذنا بيقلنا إذا نقص الحديد بتكون الكرية الحمراء صغيرة. قال إذا نقص الفوليك بتكون الكرية كبيرة، بحسب حساب وجود واحد مشاغب مثل جمال سواس. قلت له طيب أستاذ، إذا كان مريض عنده عوز باثنين، وهذا يحصل في الحياة، مريض ناقص التغذية، عنده سوء امتصاص، عنده مشاكل هضمية، فممكن ينقص الحديد والفوليك مع بعض. يمكن رد يغتالني وقتها، ما بعرف. أنا بحثت عنه وقتها لحالي، طبعاً ما كان العلم متطور مثل هلا، هي بعد العصور الحجرية بشوي، يعني قريب من الخلافة الراشدية أو العباسية. المهم وقت اللي كنت أنا مقيم، فطلع أنه بتكون الكرية بحال وجود النقص ومترافق تكون نقصت الصباغ لأنه كبيرة. ليش تكون كبيرة؟ لأنه الفوليك ضروري للانقسام، والخلية قبل ما توصل لحجم معين تنقسم بوجود مستويات سوية من الفوليك، لكن بغيابه فالكرية ممكن تكبر كتير. هذا قد يكون أحد الأوضاع، لكن في وضع تاني بيكون عندنا بسموه دايمورفيك بلود بيكتشر، صورة دم ثنائية. يكون عندنا بعض الكريات صغيرة، هي تشكلت وقت كان ناقص الحديد، وبعض الكريات كبيرة تشكلت وقت اللي كان ناقص الفوليك. الجهاز بيحسب المتوسط ممكن يطلع طبيعي، لكن الـ Red Cells Distribution Curve أو Wave أو Wave المنحنى بيعطينا أنه مسطح قليلاً. لماذا؟ لأنه في كريات صغيرة وكريات كبيرة، فتبعثرت الكريات، ما كانت ذات حجم واحد. طيب هذا الشيء اللي حكيناه هلا، هذا نفس الشيء. إيه، هاي نقطة مهمة حكينا لكم عليها، إنه تعداد الشبكيات بيدلنا على نشاط نقي العظم. إذا في عدد كافي من الشبكيات بيكون النقي شغال، ناقصة بيكون النقي ما هو شغال. مثل ما حكينا لكم في البداية، ممكن هو ما يكون عنده مشكلة، بس الواحد قال لمرته اطبخي، قالت له جيب مواد، جيب خضرة ولحمة بطبخ لك. النقي كمان بيقول الجسم أعطيني المواد المطلوبة، الفوليك، الحديد، البي 12 وغيره، بشكل كريات، أنا ما عندي مشكلة. أما أحيانا بيكون رب الأسرة كريم وعم بيجيب مواد، لكن ست البيت ما يريد تشتغل، بتقول له ما واقفين، ما في أكل. طيب انتبهوا، حين يكون في نقص في المواد الضرورية اللي حكينا عليها هلا، رب البيت ما عم يجيب تموين على البيت، لا حديد ولا فوليك ولا فيتامين بي 12، فبصير في أردم. جينا عالجنا اليوم السابع إلى العاشر، بصير في هجمة شبكية، يعني بده حوالي 7 أيام إلى العشرة. فإذا بدنا نعرف المريض استجاب إلا لا على علاجنا لفقر الدم، شخصنا أنه هو بنقص الحديد وعطينا حديد، شخصنا بنقص الفوليك وعطينا فوليك، فيتامين بي 12 لا تعطوه فموي، أعطوه إبر، هذوليك بنعطيهم فموي. الحديد بالعكس، لا تعطوه إبر، أعطوه فموي. طيب نجي نحن بنقول للمريض رجع لنا بعد أسبوع، اليوم السابع الثامن التاسع، نطلب من مخبر الشبكيات. بجوز واحد يقول ليش ما نطلب الخضاب؟ مش هتصار الخضاب ليس بهذه السرعة،
ممكن يزيد في اليوم 0.1 جرام في الديسيليتر، يعني بده 10 أيام ليزيد جرام واحد. ما تستعجل، إذا بتعطي ملات الصيدلية بتفوتها في دم المريض ما راح يكون أسرع من هيك. ولذلك نحن ما بنكون متسرعين بإعطاء الحديد إبر، لأنه إبر مثل الشرب إلا إذا في عنا سوء امتصاص. تمام؟ طيب، هاي حكينا فيها، نشوف ونشوف في عنا. هاي اللي حكينا لكم عليها بالأول، إنه نحن عنا RNA موجود في الكرية الحمراء، لسه ما خلصت منه. أي شبكية بتكون، ليش سموها شبكية؟ لأنه بالصبغ بأزرق الكريزيل أو أزرق الميتيلين تعطينا نقاط على شكل شبكة في الكرية الحمراء، بينما الكرية الحمراء الناضجة تماما بيكون خلصت من الـ RNA فما بتتلون، وهذا الشكل عم يفرج لنا كريات شبكية. ونعود بنحسبون نسبتون، لأنه بيشتغل الطبيب الدم بيعد الكريات البيض شد نسبتها للكريات الحمر وبيعطي نسبة. شوفي عنا هو ما أظن حدا منكم ما بيعرف الفرق بين عدد الشبكيات المطلق والنسبة. العدد عدد والنسبة نسبة. هاي الجدول هذا مطلق وحفظه، جدول صار تكرر عدة مرات معنا. ما كتير بيهمكن، على كل حال تحت المجهر بنشوف هيك. على اليسار خلية وحيدة تمتاز انه كبيرة، نواة مفرفدة، الكروماتين في النواة مفرفد، وقد توجد فيها حبيبات بنفسجية. في النص عنا كرية بيضاء لمفاوية، وعلى اليمين كرية بيضاء معتدلة متعددة الفصوص، شيء بيسموه granulocyte، شيء بيسموه segmented أو معتدلة أو محببة. وشايفين في نقاط صغيرة، هذول الصفيحات. الصفيحات أكثر عددا من الكريات البيضاء وأقل عددا من الكريات الحمراء. شوفي عنا كمان، هاي طريقة مد اللطاخة، ما بتهمكن انتو مشاركتكن. هاي اللي بدي اشتغل مخبر او طبيب دم. او شوفي عنا هون كمان اخدين هاي، كمان حكيناها تعداد الكريات وأشكالها، شفرجناكم إياها قبل سلايدين. حلوة تستغلوا الفرصة وأنتوا عم تسمعوا المحاضرة، اللي عنده أسئلة يبعتها على المجموعة التليجرام مشان أراها وأجاوبكم. ماشي؟ هون عم بيقول انه اذا كان وجدنا كريات بيضاء من نوع واحد بالساحة فهو مرضي. لا مو دائما، في سوء بالمد احيانا، اذا الواحد ما هو شاطر بالمد ممكن يحصل عنا هيك. المعتدلة موجود فيه عنده حبيبات، منها بتاخذ الحامضي ومنها بتاخذ الاساسي فاسمه معتدلة. الأساسية بتأخذ التلوين الأساسي والحامضية بتأخذ التلوين الحامضي. شايفين شاد فكرة عبقرية؟ شوفوا بجوز ما تفهموها، كتيرين ما بفهموها، إنه المعتدلة فيها نوعين، والحامضية حبيباتها بتحب الحامض، والقلوية حبيباتها بتحب القلوي. يا لطيف يا لطيف. شغلي تفاوت الحجم حكينا لكم عليه. في نقطة هون كويسة، إنه في الكرية الحمراء في عندنا شحوب مركزية، شايفين باللطاخة اللي فوق كرية في كنار غامق ومركز شاحب.
إذا غاب هذا الشعوب المركزي يكون عندنا تكور في الكريات، وهذا التكور له أسبابه رح نحكيها. بس إذا ما شفتوا الشعوب المركزي معناتها في عندنا تكور. كمان حجم هذا الشعوب إذا نقص شكل وإذا زاد شكل، كل ما زاد حجم أو مساحة الشعوب المركزي يدل على نقص الصباغ، حتى ممكن يوصل لشكل خاتم في نقص الحديد الشديد. في نقص الحديد الشديد ممكن يكون على شكل خاتم، يعني عندنا جدار خارجي وما في عندنا منطقة غامقة. عم نعدد هون قيمة الكريات بتكون كبيرة، يعني في نقص الـ 12 حكينا لكم عنه، والفوليك في الكحولية المزمنة نعم، في أمراض الكبد كمان كبيرة، الصغيرة في الأمراض المزمنة ممكن، في التلاسيميا كمان صغيرة وتشكل لنا مشكلة في التشخيص التفريقي مع نقص الحديد، هل هي أنيميا بنقص الحديد أو أنيميا تلاسيميا. التسمم بالرصاص بيعطي صورة مشابهة لنقص الحديد، كريات حمر صغيرة. في شيء اسمه فقر الدم بالأرومات الحديدية، ماذا يعني؟ قلنا عندنا كريات حمر فيها حديد لكن غير قابلة للاستفادة منه، فعادة ما يتوزع بشكل سوارة أو خاتم في مركز الكرية الحمراء، يكشف بصبغات خاصة. شوفي عنا هون، شفنا هاي أشكال مختلفة للكريات، حكي عنها وحدة وحدة. طبعا أهميتها لطبيب الدم أكثر. بالنسبة لكم اطلاع، مثلا الخلية ذات الهدف، ماذا يعني الهدف؟ مو بيحطوا هدف ويقوسوا عليه، فبيكون دوائر متحدة المركز. الخلية الهدفية بنشوفها بفقر الدم بعوز الحديد، في بعض أنواع احتلالات الخطاب بعد استئصال الطحال، بس الأكثر منشوف منوات لأنه عادة الكرية تفقد نواتها بالطحال. أمراض الكبد ممكن نشوفها. الستوماتوسايتس يعني كأنه شفتين مفتوحات فم، منشوفها بأمراض الكبد والكحولية وأمراض أخرى. طيب شوفي عنا هون الشائكة، في أمراض ولادية بتكون هيك، هي من مذكورة ضيفوها هلا. أمراض الكبد بعد استئصال الطحال، أيضا إذا كانت اللطاخة ظلت فترة بدون تثبيت وتعرضت لشيء من الحرارة، يعني ممكن المخبر يكون مهمل أخذ اللطاخة مادة وتعرضت عنده الحرارة قبل ما يثبتها. كمان بنشوف خلايا شبكية، إذا المخبر بعث لكم أنه المريض عنده خلايا شبكية شائكة، عفوا مو شبكية، شائكة مشوكة ذات نتوءات بروزات، قالوا له لو سمحت عيد مد اللطاخة وفورا ثبتها وفورا شوفها. عندنا خلايا مثل ما نكون شايفينها يعني مجؤومة نجعلك، بنشوفها بأمراض الكبد وفقد البروتين أبيتا ليبوبروتينيميا، أ يعني لا، بيتا ليبوبروتين معروف، إيميا دم، وآي أي حالة، أبيتا ليبوبروتينيميا يعني غياب أو نقص البروتين الشحمي بيتا. المكورات ممكن نشوفها بمرض وراثي وممكن نشوفها بفقر الدم بآليات المناعة الذاتية، وفي سيبتيسيميا الإنتان الدموي. ماشي
إيش عندنا هون؟ أي مهمة كمان، مهمة جدا. خلايا مكسرة، خلايا القبعة مثلا، شايفين اللي فوق على اليمين مثل الأبواع مقلوبة، شقف خلايا، يعني شقف خلايا شدف. منين بتصير هاي؟ إذا في عنا شغلة في الدوران عم ترتطم فيها الكريات تتكسر. شو يا أذكياء يا شاطرين؟ ممكن يكون داخل الدم، ممكن يكون عنا خثرات مثل التخثر ضمن الأوعية المنتشر، ممكن يكون عنا صمام معدني، ممكن يكون عنا الهيموليتيك يوريميك سيندروم، متلازمة هيلب تبع الصفيحات، يعني عندنا صفيحات متكتلة فبترتطم فيها الكريات الحمراء وبتتكسر. انتبهتوا؟ تمام. إذا فهموا الآلية، إنه الكرية الحمراء وهي في الدوران عم ترتطم بشيء مثل الخثرات في التخثر الوعائي المنتشر والهيموليتيك يوريميك سيندروم والأشياء. طيب مايكرو أنجيوباثيك هيموليتيك أنيميا، مايكرو أنجيوباثيك عنا الأوعية اللي كتير دقيقة، لمعة صغيرة وموجود داخلها خثرات أو تضيقات وعائية، فالكرية الحمراء بتتكسر وياها بتمر. الخلية القلامية شايفينها بعوز الحديد، وشايفين المحيط شلون بس جدار رقيق وما في عنا كنار غامق. على فكرة بعوز الحديد بنشوف كتير أشكال منوعة غريبة، بنشوف التارجت، بنشوف القلمية، بنشوف أشكال كتيرة. الخلية الدمعية مهمة في اثنين شغلات، وهنا بالأصل شغلة واحدة تقريبا، تليف النقي وتكون الدم خارج النقي. هو بتليف النقي شو بيصير؟ المساحة اللي مفروض تنتج دم كريات حمر وغيرها تكون مشغولة مستبدلة بليف، فبينتقل التكون لبرا فبصير عندنا خلايا دمعية. شوفي عندنا هون هاي الأشكال المختلفة، مطلوب كل واحد يتعرفوا اسمها قائمة تنوجد اللي حكينا هون، هذا ملخص لهم. منضيف عليه انه شايفينها هي اللي مثل الموزة او مثل المنجل بس ما له قبضة، هي في السيكل سيل الفقر الدم المنجلي، وحكينا على الشوكيات او النجميات وكل شيء حكينا. طيب هذول خلصنا منه. كتشخيص تفريقي انه اذا كان ناقص بي 12 الكريات تكون كبيره ومتطاوله، بامراض الكبد والكحوليه تكون غير متطاوله، كبيره بس غير متطاوله، اكثر كرويه. عدم انتظام الشكل اسمه بالانجليزي بويكيلوسايتوزيس، وممكن نشوفه اكثر كمان بالفاقات الدمويه، بنشوفه بنقص الحديد بنشوفه، وبعد استئصال الطحال ضيفوا نقص الحديد. ليش يعني يكون عندنا كريه حمراء مكوره بالمناعيه، الامراض المناعيه، فقر الدم المناعي؟ لانه البالعات بتقطع او بتاكل القطعه اللي هي مزيج ضد ارتباط الضد مع المستضد وبتتكون الكرية. مثلا لازم تعرفوا انه انحلال الدم ممكن يكون ضمن الأوعية، ممكن يكون خارج الأوعية. المناعي خارج الأوعية، يعني وين خارج الأوعية؟ في الجهاز الشبكي البطني مثل الكبد والطحال. فمن العلامات اللي بنشوفها بانحلالات الدم هي ضخامة الطحال، دائما ضخامة الطحال غير طبيعية، يجب أن نعرف سببها. الدمعية ما
مثل ما السلايد اللي قبله انه في تشكل دم خارج النقي وتليف النقي. هون عندنا على اليسار اعلى يسار خلايا منجليه، يسار اسفل كريات مكوره، لاحظين غياب الاستناره المركزيه. هون في عندنا كريات ماكول منها، هي بسموها اللي اعضده العد. وهون في عنا كريات مكسرة من أشكال مختلفة. هون السهم أعلى يمين في سهم لخلية هلمت، الهلمت يعني قبعة أو خوذة، وأشكال مختلفة، هي شكل وهون شكل، يعني وجود هذه الخلايا يدل أنه الكريات الحمراء عم تصطدم بشيء وتتكسر. شوفي عنا هون كمان الخلايا الهدفية، يسار في المركز دوائر متحدة المركز، منشوفها بأمراض الكبد، منشوفها بالتلاسيميا، باعتلال الخضاب بعض أنواعه، وبعد استئصال الطحال ممكن أيضا. هون في عنا كريات حمر كبيرة يمين، كريات حمر كبيرة انتبهوا على الكرية البيضاء الموجودة في المركز، هي بتساعدنا بتشخيص سبب فقر الدم. ليش؟ تعدد الفصوص هايبر سيجمنتد، متعدد الفصوص، هي معناتها في عنا نقص يا بي12 يا فوليك. هو المذكور بس بي12. هون السلايد عم يفرجينا ما يسمى بوليكروماسيا. بوليكروماسيا تعدد التلون أو التلون متلون، يعني في شيء لونه هيك في شيء لونه هيك. في عنا كريات أقل كثافة أقل قتامة وفي أفتح، هذا دائما بيحصل إذا كان في عنا بالدم مراحل مختلفة وعنا في سرعة تشكل، في خلايا عم تطلع من النقي لسه ما كثر من النضجة. وشايفين على اليمين في كرية حمراء ذات نواه، هاي بيدل انه في مثل بإيران لما كان في حرب مع العراق فصاروا يجندوا ناس عمرهم 12 سنة و 14 سنة، فهون كمان بيجند الجسم كريات لسه ما نضجت ولا هي قادرة تماما وبتفشى على الدوران. أجسام هو الجولي، شوفوا على اليسار في كريتين فيها نقطة زرقاء في الكرية الحمراء، هي دليل على عدم وجود طحال، إما الطحال صار فيه ضمور أو استؤصل. وتوجد أيضا ببعض الاعتلالات مثل فقر الدم الخبيث والتلاسيميا والداء المنجلي. الداء المنجلي هو بيساوي أوتو سبلينكتومي أو أوتو إنفاركشن، تحصل بالمنجلي خثرات متكررة تمنجل في أوعية الطحال، السبب هو بطء الدوران ضمن الطحال، فبتشكل كتل صغيرة هي عبارة عن تكدسات للكريات الحمراء المنجلية، فبعد فترة بيروح الطحال لحاله بسبب الاحتشاءات المتكررة. بيشبه هون شوي، بتكون أكثر من وحدة، هونيك في وحدة، هون في أكثر من وحدة، أجسام بابنهايمر بنشوفها بفقر الدم اللي قلنا عنه بالأرومات الحديدية، إنه في حديد في الكرية الحمراء لكن غير مستفاد منه.
هي مهمة تسمى الترقطات الأساسية. الترقطات الأساسية هي بحالات تسمم الرصاص، كمان بفقر الدم بالأرومات الحديدية، نشوفها بالتلاسيميا، وفي اعتلالات النقي مايلوديسبلاستيك سيندرومز، متلازمات الاعتلالات النقوية. هي مرحلة بين الدم الطبيعي والأبيضات، يعني ما هي لسه صارت أبيضات لوكيميا، هي مرحلة قبل أبيضاضية، قد تتحول لأبيضات وقد لا تتحول. إيش اسمها؟ الترقطات الأساسية. طبعا هذا كله أنتم ما رح تشوفون كأطباء في العيادات، بيشوفون بس طبيب الدم أو طبيب المخبري. بس إذا بعت لك المخبري لازم تعرف هي ليش موجودة، إنه قالك بعت له طلب بطاقة قالك فيها الشيء، لازم تبعت على طبيب دم. سرعة التثفر ما هي من اختصاصنا، ما هي من أمراض الدم، بتزيد، هي مؤشر لا نوعي على أمراض. الزيادة الشديدة مع تأكيد في مرض، بفقر الدم بتكون عالية شوي، إلى علاقة بكيفية سحب الدم، نظافة الأنبوب، شو نوع الماء، أي ما هي من اختصاصنا، ما هي شغلنا. انتبهوا، بترتفع بفقر الدم لكن ليس المنجلي. زيادة البروتينات، ومن البروتينات الالتهابية والمناعية ترفع، وكمان عند الكبار تكتر، مو شرط تكون مرضية. يعني ارتفاع وخاصة شديد بأن لازم تدوروا على شيء. احمرار الدم تنقص، طالما فقر الدم بتزيد معناتها احمرار الدم تنقص. عند الطفل الوليد بتكون عالية. فحص نقي العظم، هون نحن ما اكتفينا، في عنا برتقانات عم نشوفها عاطلة، ما اكتفينا بتفحص البرتقاني والدخول إلى داخلها، رحنا على الشجرة لنشوف الشجرة شو فيها. وهذا يتم عن طريق إبرة موضعية، تخدير موضعي. في البالغين عادة نستخدم القص، عظم القص استرنم أو عظام الحوض. الأطفال الصغار كتير ممكن نأخذها من التيبيا، ممكن نأخذها من عظام كثيرة، ليس شرط، لأنه لسه ما فقد نقي العظم وظيفته. مع الكبر بيفقد وظيفته في العظام الطويلة ويتركز في العظام الجذعية الأساسية، القص، الأضلاع، الحوض. هذا تأخذ منه نشافة قليلة، ما لازم نأخذ كتير مشان ما يتمدد بالدم، ومن مدة ومنثبتها ويدرسها طبيب الدم. بيدرس طبيب الدم الخلايا، نسبة لبعض، أشكالها، الأرومات، وجود الأرومات بنسبة أكثر من 5% البلاست، يعني بدل على مرض دموي. إما يكون مرحلة ما قبل لوكيميا مثل حكينا عنهم، متلازمات الاعتلالات النقوية، وإما يكون لوكيميا فوق 10-15%، فوق 15% أرومات فبدلنا، وحسب الصبغات. ولا طلع حديثا كثير، يعني من شيء 20 سنة، الواسمات الخلوية السي دي سيلولار ديترمينانت، الواسم الخلوي. فبسموها سي دي، وفي أرقام توجد في بعض الخلايا وقطعا لا توجد في خلايا أخرى، فبناء عليها منقول هذه الخلايا هي الشاذة اللي شايفينها بالشكل، وكثير نسبتها انه من اين صنفيه. هي طريقه. في طريقه ثانيه انه بناخذ خزعه حقيقيه بابره اتخن،
فبيطلع معنا العظم بده إعداد خاص، طريقة معالجة خاصة بيزيل التكلس، وبعدين بفحصوه نسيجيا. هي أفضل بالارتشاحات الورمية. إذا شكينا بارتشاح ورمي ما بيفيد البزل. الخزعة بتفيدنا أنه البناء النسيجي، الهندسة النسيجية محتفظة كما هي. لما بتبذل جزء تحصل، ما جزء ما تحصل الآلية المرضية. بنحصلها بالنسبة للوكيميات إذا كان عندنا نقص صفيحات، هل هو السبب أنه ما في عرطلة نواءات، ولا موجودة عرطلة نواءات لكن عم تتخرب الصفيحات في الدم المحيطي. طيب، نقطة مهمة هون، إنه في الدم المحيطي الحمر أكثر، في المركز في النقي العظم بالعكس. ليش؟ لأنه وقت بتطلع الكريات البيضاء معظمها بيكون في النسج، مو في الدم المحيطي. الموجود في الدم أقل ما يمكن هو ذروة جبل الجليد، باقي الكريات البيضاء بتكون في النسج جاهزة تمام يا فندم من أجل محاربة أي شيء مريض، سواء كان ورمي أو جرثومي أو فيروسي أو غيره. هو نعم بيعطي طريقة أخذ خزعة من نقي العظم، خزعة ولا بزل. نحن عادة هيما المكان اللي عاطينه هون نأخذ منه خزعة، البزل نأخذه من أمكنة أخرى، القص مثلا. ذكر هوني نقطة مهمة وبديهية، إنه عادة بمركز التوليد بيكون غير الناضجة أكثر، تلتين الناضجة وين بتكون أكثر؟ في الدم المحيطي. بس الناضجة مثل العش العصافير أو الحمام، بس انكبر الطير بيفرد جناحاته وبيطير، خلاص هذا ناضج. أما الصغير بيكون، والفتي واللي لسه في بداية عمره، يكون ملتصق بالأسرة وفي مكان إنتاجه. الاستطبابات للبزل في الأورام ومتابعة العلاج، في نقص بعض العناصر في المحيط مشان نشوف هل هو نقص مركزي ولا تخريب محيطي. ليش النقص صاير؟ ما في إنتاج ولا في إنتاج لكن في ضياع. أيضا مشان نعرف نوع الورم الدموي الابيضاض، هل هو نقوي هل هو لمفاوي، وبناء عليه بنحدد خطة العلاج. علاج اللمفاوي غير علاج الابيضاض النقوي، ابيضاض اللمفاوي غير الابيضاض النقوي. هذا تحصيل حاصل بنت رقم 5، لأنه أيضا من الأورام الدموية والتي يشخص بالبزل. ممكن نعمل زرع إذا شكينا أنه في ارتشاء جرثومي أو فطري في نقي العظم. الخزعة ما تكون شغل فيها، هي شغلة الباثولوجي، ما تكون شغل فيها. بس لازم شغلتين ثلاثة تفهموها بالنسبة للخزعة. إذا كان البزل ما أعطانا نتيجة، ما عرفنا شيء، كان غير كافي، ما شخصنا. أيضا في الارتشاحات الورمية أو غيرها الأفضل أنه نعمل خزعة، لأنه بيكون البناء النسيجي محفوظ كما هو. وأيضا بنشوف تلوينات خاصة لأمراض خاصة، بس كل هذا مو شغلكم، هذا شغل الباثولوجي. حكينا على الاستطبابات، مثل ما حكينا انه بعض الارتشاحات مثل الليشمانيا بنلاقيها بالنقي. وقلنا انه بالمركز بنقي العظم البيض اكثر،
بالمحيط الحمر أكثر، وذكرنا ليش. نقطة مضبوطة، أنه إذا كان عندنا شك بتليف النقي أو فقر دم لا مصنع لا تنسجي، فالمفروض وين ندور؟ بالخزعة، لأنه بتعمل بزل بيطلع ناشف. هو البزل الناشف إما خطأ في البزل وهذا نادر جدا، وإما أنه متليف النقي، فنبزل ما بيطلع معنا محتوى سائل خرج نمده ونعمل منه، هاي مو مطلوبة، يعني ما كان شغل فيها. بعض الاستطبابات أو بعض الفحوصات في اللوكيميات والأورام الدموية، التنميط المناعي، الفلوسيتومتري، ما هو الفلوسيتومتري؟ التدفق الخلوي، الواسمات، صباغات خاصة، البوليميراز التسلسلي، بوليميراز تشين رياكشن، يعني منخلي المادة اللي بدنا نفحصها تتكاثر تزيد تزيد تزيد، فبيسهل عيارة وكشفة. حكينا قبل شوي على الواسمات، وقلنا موجودة في خلايا، والمفروض في بعض الخلايا ما يكون فيها بعض الواسمات. هون مذكور مثال إنه الخلايا الجذعية الدموية في CD 34، بس لازم يكون 38 سلبي. فإذا شفنا خلية وعملنا لها التنميط هذا الواسمات الخلوية CD، كان 34 موجود و 38 غايب من ولاية جذعية دموية. ماله أهمية؟ أوه، أي واحد منكم أكيد وصلنا للنهاية. يلا أشوف أسئلتكم على التليجرام بقى. عم يسأل زميلكم إنه إذا كانت الكريات البيضاء عالية عند الوليد، شلون مشخص الإنتان؟ لما تكون أعلى من العالية مو في الحدود الطبيعية للعمر للجنس، فاللي بيخالف الحدود الطبيعية هو مرضي، فلازم نعرف سببه. يلا أسألكم أول شيء، في حدا في نقطة ما فهمها أو بيقول لي دكتور أنا ما فهمت، أو كان الإلقاء سريع كتير؟ يلا تفاعلوا. على فكرة هي أول مرة بعطي محاضرة مسلايدات، أنا عادة بعطيها من رأسي، بس أغلبيتكم هيك طلب، وإن شاء الله كمان بتكون آخر محاضرة أونلاين. في مسكين استوى، بس أنا بعرفك يبرأ، يبرأ بده فترة طويلة مو هيك؟ يلا طيب، إذا رح أعطي دقيقتين ثلاثة أسئلة، إذا ما في منكم تصبحوا على خير. الله يعطيك العافية دكتور، جزاك خير يا رب. حضرتك ربع دقيقة دكتور، بس بالنسبة للأشكال الكريات. لا يا أبو يحيى، ما بعرف مين الطالب مسمي حاله أبو يحيى، من هلا عم تسأل على الامتحان؟ طيب خلينا نخلص المنهج أول ونعيش لوقته، الله يقدرنا. بس اتأكدوا تماما، أنا مالي غاية مع الطلاب ولا بحب أثبت ذكائي عليكم. نحن وقت اللي كنا طلاب كان في بعض الدكاترة، كان في بعض الدكاترة يحبوا يوقعونا بفخاخ. المنهج العام بالنسبة للأسئلة
في جزء بسيط حوالي 20%، هذا بس للأذكياء والشطار اللي دارسين كتير. في جزء كلياتكم تحلوا كمان شي 20%، الباقي بيكون بمستوى الطالب المحضر وسط. ليش لازم أحط جزء؟ ليش لازم أحط جزء صعب؟ لأنه إذا ما حطيت جزء صعب بيصير الطالب الوسط سعره سعر الطالب المجد اللي تعبان كتير على حاله. عم تسألني إذا ما يتكون الشيء اللي عم أنا أتجاوزه ندرسه ولا لا؟ هذا بيرتبط بموضوع الدراسة التجارية أو الدراسة للمستقبل لحتى تكونوا أطباء. أنا بالنسبة لي في أمراض الدم الأمور اللي بتهمني حكيتها، كطبيب دم اللي ما بيهمني ما حكيته، بس الدم مو كل الطب، في شغلات بتهمكم في اختصاصات أخرى. أنا اللي ما اهتميت فيه ما راح أركز عليه بالامتحانات إذا كان أهم شيء عندكم الامتحان. أنتوا لازم ما تسألوا كتير عن الامتحان، تسألوا عن الامتحان الحقيقي اللي هو لما توقفوا قدام المريض وتعرفوا تشخصه وتعالجه، حتى ما يحمل ضميرك حياة إنسان قضيت عليها بقلة علمك. سؤال إنه RDW ممكن ترتفع، ممكن ترتفع ممكن تنخفض، كل شيء كل شيء كل شيء أي قيم نعطيكم إياها ممكن تعلى ممكن تنزل، وهي إلى دلالة وهي إلى دلالة. وبعيد الارتفاع يعني توزع زائد بيكون المنحنى منبسط، RDW ناقص معناته المنحنى مؤنف، يعني معظم الكريات شبه بعضها بنفس الحجوم. مفهوم؟ سرعة التسفل مهمة لكم في الاختصاصات الثانية، أنا ما كتير بتهمني يعني في التشخيص. طيب سرعة التسفل شفتها عالية، إيه وإيش يعني؟ في شيء المريض ما بيجي لعندي يا دكتور سرعة تسفلي عالية، بيجي بيقول لي عبس عول، طالع لي فلان شغلة، ناقصني فلان شغلة. أحد التحاليل المطلوبة سرعة التسفل، هي مش لا نوعي، يعني بالالتهابات بتزيد، بالأورام بتزيد، على الكبر بتزيد، في بعض أنواع الخضابات. ما أنا ما بتهمني، لكن أنتوا بتهمكم، بتختص روماتيزم بتهمه، بتختص إنتانية بتهمه، بتختص داخلية بتهمه، تمام؟ يعني شو بدي أشرح لك على سرعة التسفل؟ هي أنبوب منعلق في دم منتظر ساعة حسب الارتفاع العمود، منقول ارتفاعه 60، ارتفاعه 50، ارتفاعه 10، ما بيدل على شيء، بيدل إنه في شيء، إذا عالي بيدل في شيء بس. بدي منكم تحضروا لي المحاضرة الجاية كمان سلايدات، أو كل الكتاب سلايدات وتبعتوا لي، تقسموا بين بعضكم، واحد بيعمل جزء واحد بيعمل جزء الثاني. يعني العلم بالتعلم، لازم تتعب. نعم، إيش بقى أشكال الكريات؟ إيش يا ابني إيش بقى أشكال الكريات؟ هلا بتعرف في بعض الطلاب عم بيدعوا عليك، أنت اللي عم تسأل، بدهم يروحوا على البيت يتسحروا، بينتوا رح يتسحروا بالمحاضرة. جيد، سؤال جيد، سؤال جيد. البي 12 والفوليك ليس فقط بي 12، له علاقة بكل الكريات لأنه هي خلايا، وانقسام الخلايا مرتبط بالبي 12 والفوليك. عم تسألني ليش يا أحمد؟ أنا بدي يروحوا على بيتهم، أو ما بعرف جزء تكون هنا في بيتهم، بس بدي يلتفلوا لغير شغلة، يكون في مسلسل عم يتابعوه.
اللي طلب محاضرتين بالأسبوع لا تأكلوا هم، إن شاء الله منخلص المنهج. بس أنتوا اللي حطيتوا البرنامج، وأنا من إسطنبول يعني ما بحسن أغير البرامج، ما بعرف ظروفكم وإما تبتجوا وإما بتروحوا، ولا رمضان وأنا بعيد عنكم. تمام؟ سأل أنه بـ 12 علاقته مع الكريات الحمراء على مستوى الحجم والشكل. نعم، الشكل بيكون متطاول والحجم بيكون كبير. نرحب بضيفنا عدي العثمان. ليش لهلا ما انضميت؟ يطعمك الحج والناس راجعة. نرحب أيضا بعبير العلي. يلا عند السحور يمكن بيزيدوا كمان كم واحد. يلا استعجلوا، ايش في أسئلة؟ على فكرة أنا اللي بسأل واللي بناقش بشجعه. كمان محمد اليوسف، لا لا شوي شوي من السحور أكيد إن شاء الله بيكتمل العدد. Mm-hmm.